السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة برنسيسة في مملكتي، والنهاردة مع أحلى قنوات تحديات، عاملين مع بعض أحلى تحدي عن الأكلات من دول مختلفة. كل واحدة هتعمل حاجة من الحلويات، بس مش من دولتها ولا من بلدها، من دولة مختلفة تماما. وإن شاء الله تحدياتنا تعجبكم. هتلاقوا كل لينكات القنوات المشاركة معانا في التحدي في صندوق الوصف تحت الفيديو. تابعونا لنهاية الفيديو وشوفوا اللينكات في صندوق الوصف عندي، وهتشوفوا أحلى تحديات بين أحلى قنوات اتجمعت عشان تعمل لكم شوية فيديوهات كلها عن أحلى الحلويات حول العالم. بسم الله، وهنبدأ على بركة الله. أنا معايا بسكوت مكسرة صغير، وكمان كاسة، نص كاسة من الحليب البارد اللي مسقعاه في الفريزر. وهعمل معاكو حلى يوناني، وهو التشيز كيك بالجيلي. ده من الحلويات اليونانية المشهورة جدا في اليونان، وهي أول من عمل التشيز كيك، وبعدها بقية الدول وكل دولة عملته بطريقة مختلفة شوية عن التانية. أنا هعمله لكم بالطريقة الأصلية بتاعة اليونان، وهي إني هحط كيس من كريم شانتيه مع النص كاسة حليب بارد مسقعاها في الفريزر، وهضربهم مع بعض في مضرب البيض بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده انزل معاهم، بس طبعا لما الكريمة تاخد وضعها وتبقى سميكة وقوامها تقيل، هحط معاهم علبتين من القشطة، علشان القشطة طبعا انتوا عارفين بتتقل الكريمة وبتخليها احلى. هحط علبتين من القشطة، ومضرب البيض انا ما طفيتوش، مشغلاه معايا اهو. حطيت علبة، ودلوقتي هحط العلبة التانية من القشطة بالشكل دوت كده. زي ما انتوا شايفين، دلوقتي انا حطيت نص كاسة من الحليب البارد اللي مسقعة في الفريزر، وحطيت معاها علبة الكريم شانتيه كيس واحد، وحطيت كمان علبتين من القشطة. دلوقتي هحط كيس من الكريم كراميل. دي الطريقة الأصلية اليونانية، يا رب تعجبكم إن شاء الله. تابعوني لنهاية الفيديو وشوفوا شكله بيبقى جميل إزاي. بعد ما حطيت الكريم كراميل وكل ده، أنا مشغلة ضرب مضرب البيض برضو، أنا ما طفيتوش. لو ما عندكيش مضرب البيض الكهربائي مفيش مشكلة، ممكن تستخدمي المضرب اليدوي العادي. انت مش هتحتاجي تضربي كتير يعني، بس حاولي ان انت وانت بتلفي ايدك يكون في اتجاه واحد، ما تلفيش في اتجاهات مختلفة عشان يطلع معاكي القوام مظبوط. بعد ما حطيت الكريم كراميل مع المكونات بتاعتي اللي شفتوها، هبدأ بقى ان انا اكمل بقية الوصفة بتاعتي بالجبنة الدلعة، او الجبنة اللي مفيهاش ملح، او الجبنة اللي بالقشطة. انا معايا مكعبات من الجبنة الكيري. انتي ممكن الكيري او المراعي او اي شركة عادي، مفيش مشكلة. المهم انها مفيهاش اي نسبة ملح، تكون جبنة بالقشطة، جبنة مكعبات، المهم انها ما تكونش فيها اي نسبة ملح خالص. انا هاخد 8 مكعبات من الموجودين في العلبة دي معايا، واحطهم كمان في التشيز كيك بتاعي بالشكل ده كده. انا هاخد 8 مكعبات او 6 مكعبات على حسب الكمية اللي انا عايزة اعملها، وهقشرهم واحطهم معايا في مضرب البيض معايا. برضو زي ما قلتلكوا ان انت لو ما عندكيش مضرب بيض كهربا مفيش مشكلة، حطي بالمضرب البيض اليدوي وقلبي، وهيطلع معاكي نفس القوام ان شاء الله، بس تقلبي في اتجاه واحد، ما تروحيش يمين وشمال، لازم يكون في اتجاه واحد.
زي ما انت شايفين كده، انا بديت ان انا احط قطع الجبنة قطعة قطعة، ومشغلة المضرب ما طفيتوش، كل دوت مشغلة معايا. زي ما انت شايفين انا عاملة لكم كل حاجة بالتفصيل وبالراحة وواحدة واحدة، علشان تكون الوصفة سهلة بالنسبة لكم وطريقتها واضحة، وما اخبيش عليكم اي تفصيلة. دلوقتي انا بقيت ان انا اقلب كده من جناب الحلة بتاعة المضرب، بحيث ان انا عايزه كل الكميه تكون مظبوطه وقوامها كله زي بعضه، ما فيش اي حتحته في الجبنه او كده. بعد ما عملت الخطوه ديت وخليتهم كلهم زي بعض بالظبط، هيكون معايا القوام اللي هو كريمي، القوام بتاعنا الكريمي بتاع التشيز كيك اللي احنا بناكله. في الوقت دوت هكون انا غليت مية، وهعمل الجيلي بتاعي بالمية المغلية وكمان المية الباردة. فهفتح علبتين من الجيلي وهحط كاسة من المية المغلية، وعليها كيسين اهم من الجيلي. انا عايزة الجيلي بتاعي يكون تقيل جدا، عايزة طبقة الجيلي تكون ماسكة نفسها كده وتقيلة فوق التشيز كيك بتاعي. فانا هحط كيسين من الجيلي، بدل ما احط معاهم كاسة مية مغلية، كاستين مية مغلية، احط كاسة واحدة مية مغلية. وزي ما انت شايفين كده، وبعدين هضربها بمضرب البيض اليدوي العادي بتاعي اللي هي موجود عندي. وبعد كده هبدأ ان انا استخدم المية الباردة، ادي كاسة من المية الباردة بحطها بالشكل ده كده، وبرجع اقلب تاني. المهم ان تكون البودرة بتاعتي كلها دابت. يبقى انا كده معايا البسكوت المكسر، ومعايا التشيز كيك بتاعي اللي بالجبنة اللي عملته، وكمان معايا الجيلي السخن. طبعا هحط مقدار بسيط من الزبدة السايحة على البسكوت المكسر وأقلبه. عايزة البسكوت ما يبقاش دايب قوي في الزبدة، وفي نفس الوقت الزبدة تكون سايحة فيه وأنا بحطها، أو دافية أو بدرجة حرارة الجو لو إحنا في الصيف. وهبدأ إن أنا أقسم في الأطباق بتاعتي أو الصحون بتاعتي البسكوت بالشكل ده كده. هحط البسكوت في الاطباق بتاعتي من تحت، وهبدأ انزل على البسكوت بالتشيز كيك بتاعي اللي بالجبنة وبالكريمة الشانتيل والكريم كراميل بالشكل ده كده. هعمل طبقة من البسكوت، فوقيها طبقة من التشيز كيك بتاعي، والطبقة الاخيرة ان شاء الله هتكون معانا اللي هي طبقة الجيلي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وطبعا وصفة رهيبة جدا وشكلها هيبقى تحفة في النهاية. ودي الطريقة اليونانية الأصلية اللي اخترعها اليونان من أول ما بدأ الناس تعمل التشيز كيك، كان اليونان وهم اللي علمونا التشيز كيك، وإن كل دولة بعد كده خدت لها طريقة وعملت بيها. طبعا ده احلى تحدي واقوى تحدي مع احلى قنوات عملت تحديات، وهتلاقوا اسماء القنوات ولينكات القنوات موجودة عندي في صندوق الوصف تحت الفيديو. ياريت تشوفوا التحدي وتشوفوا القنوات اللي عملت معانا التحدي، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. يعني انا عايزه اقول لكم ان جروب التحديات ده من احلى الجروبات القريبه جدا من قلبي، ويا رب وصفاتنا تعجبكم. النهارده طبعا عملنا لكم يعني من كل الدول، كل واحده عملت حاجه مش من دولتها، مش من بلدها، حاجه جديده، وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وأشكركم لحسن المتابعة. وما تنسونيش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذا كنت جديدة عندي في القناة، ولايك للفيديو علشان أستمر معاكم في التحدي.